عيلتي تعرضت للإهانة هون. وأنت ما طلع صوتك، كان لازم يطلع صوت منكن ويسكتوا، بس هذا الصوت طلع مني. خضر طلب منك تعمل هذا الشيء؟ عيلتي ربتني، وقت بيكون الموضوع بخص الشرف ما أسأل مثلكن يلي بجنبي شو لازم أعمل أو ساوي. يا سيد أوزر، اللي على هالطاولة كمان كلهن عيلة، بس الحركة اللي عملتها والكلام اللي قلته وقلة أدبك إهانة لعادات وشرف هاي العيلة. يعني بحسب كلامك هلأ أنت بتستحق الموت. على الرغم من أني انزعجت من اللي عمله قلب أصلان معنا وكمان جمال وتهديده العلني لإلنا كلياتنا وإهانته لعائلة شاكر بيلي وتقليل قيمتهم، توقعت أن تكون ردة الفعل أكبر من هيك يا أونال بيك. هالرجال بالاجتماع الماضي كمان هدد كل اللي قاعدين على هي الطاولة وقلل من احترامه تجاهك، بس بإيد ساكت سيد أونال. وغير كل هاد حول اسطنبول لبركة دم، وهذا الدم لف ودار ورجع من جديد على هالطاولة. أونال بيك، انت كنت من زمان عم تشتغل على توحيدنا كلنا، بس كأنك عم توقع بيننا وعم تنفذ هالشي بالفعل، وأحيانا ببقائك ساكت يا معلم. انت عم تشتت الطاولة اللي أسستها، هلا شو الجديد؟ بكرة عائلة جمال رح تقعد على هاي الطاولة وتقوص قلب أصلان كمان. لحتى تنتهي قضية الدم هي ونرتاح على الآخر، اسمحولي نقتل الوكيل تبع جمال وخلي هالموضوع يتسكر. أنا اليوم مبسوط بتعيين قلب أصلان محل خضر، إنه خلى جمال يطالع كل الحقد اللي جواته تجاه عيلته، وقلب أصلان رد عليه بجواب مناسب، وحتى امنع استمرار نزيف الدم. الجديد بيمحي القديم، بس التطورات المو محسوبة بتنزع الخطط. طالما بدكم كون أقسى من هيك بإدارتي وتسيير الأمور، أنا رح نفذ رغبتكم. أنت أخذت قرار بلا إذني ورح تدفع ثمن هالشي غالي. أنا رح أعطي قراري بخصوص حضرتك بعد ما أعرف إذا أنت عملت هالشي ولا تخطيط عمك. انتهى اجتماع اليوم. سيد أونال، أنت قلت الجديد بيمحي القديم، بس هالوساخة شو اللي بيمحيها؟ أنا ما عاد أقعد على طاولتكم بحياتي. اجتماع اليوم انتهى. انت خليك. ما غلبتوه ولا قتلتوه،
لك اتركه يمشي بقى، شو بدك تحكي لسه؟ خليه عم نسمع. شو لسه بدنا نسمع؟ لازم نعرف شو لازم نعمل. انت شو قصدك؟ اساسا ما دعاني لهنيك لحتى ما اشرب من دمه. بس شو اللي صار؟ قلب اصلان اسد العيلة، رصاصات الياس الثلاثة ردوا لجمال بقلبه. انت كأنك مو عارفان خطورة الوضع يا ريس. لو شفت وشك كيف اصفر فكرت انه انت اللي حطيت المسدس على خصره للشاب. لسه ما بتعرفني يعني؟ معقول انا اعمل هيك شيء؟ لكن فهمني ليش قلت ثلاثة لهاد وثلاثة لهداك؟ قلب اصلان انتهى والياس انتهى وانت انتهيت وانا كمان انتهيت. ليك سيد نوزات، وضعي أسوأ من وضعك. انتهيت ولا انتهينا شو بتفرق؟ بس اتركني افرح دقيقتين لانه قلب اصلان ما مات. بس رح فتش عن اللي عطاه المسدس ومين اقترح هي الفكرة، وبدي اسأل اذا انت اللي قلت له يقتل جمال على الطاولة. بدي اسأله عن كل شيء، عن كل شيء حتى اعرف الشخص، ورح يندم اكيد. بس اذا انت خططت لهذا الشيء، يمين عظيم بدي اقتلك بايدي هدول. افتح لنا الصوت، افتحه.